بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل المحاضرة مالتنا، المحاضرة الثالثة للمايكروسوفت اكسل. بهاي المحاضرة نكمل، نريد ناخذ الفورمولا اند فانكشن. المحاضرة السابقة شخصنا اخذنا الرينج وعرفنا انه الاكسل او الرينج شلون قدرنا نحدد الخلايا او مجموعة خلايا داخل الرينج اللي احنا نريده. هسه راح نتعلم على الفورمولز اند الفانكشن. الفورمولا اند الفانكشن بمجموعة خيارات قسمناها بهذه الكيفيه اللي هو انتر فورمولا، اديت فورمولا، اوبريتور بريدندس، وكوبي اند بيست فورمولا، وانسيرت فانكشن. هذني راح نتعلم عليهم في هذه المحاضره. الفورمولا شنو؟ يقول هو از ان اكسبريشن، يعني هو مجموعة شنو؟ من الفعاليات اكسبريشن او المهام which calculates the value of a cell. هذا تعريف الفورمولا. الفانكشن شنو؟ are predefined formula and are already available in Excel. فانكشن هي دالة، طبعا الفورمولا انه انت تسوي فورمولا اللي هو احنا نقول فورمولا رياضي، يعني قانون رياضي. احنا نقول فورمولا يعني قانون رياضي. القانون الرياضي نقول قانون رياضي انه تكتب اي زائد اي واحد زائد اي اثنين يساوي لك ايش قد؟ يساوي لك مثلا اي ثلاثة. وضحت الفكرة؟ هذا يعطيك، هذا فورمولا نعتبره يعني قانون، انت تصير لك قانون معين. لكن اذا سوي فانكشن اللي هو شنو داله؟ الداله شنو تقول؟ تقول لا، الداله تقول احنا مستنبطه من الفورمولا، انه يعتمد على من يعتمد على الفورمولا، يعني يعتمد على قانون فد شيء مصاغ. يعني مثلا تجمع اي واحد زائد اي اثنين، تجمع شنو تقول؟ اقول سم، هو جاي من جمله الفورمولا اللي هو الجمع. اقول هو سم فانكشن عباره عن سم، وافتح له قوس اقول له الاي او الى البي. شنو فرق الفورمولا عن الفانكشن؟ الفورمولا انه قانون يظل اكتب بيه اذا كان عندي مجموعه خيارات هوايه يطول الكتابه، لكن الفانكشن تكون بشكل اسرع واسهل. وبالاضافه انه هي موجوده داخل مايكروسوفت اكسل اللي يوفر الفانكشن موجودات، لكن الفورمولا انت تكون توجدها الفورمولا. وضحت؟ مجموعة عبارات، هذه طبعا انا اكسبرشن مجموعة عبارات ولا اخر. قلنا هاي مجموعة، هاي تعريف الفانكشن از ار بين بري ديفايند فورمال اند اور اوريدي افيلبل ان اكسل. لو نلاحظ فور اكزامبلز اللي هو بالاسفل هنا، لو الاي 3 بلو كونتين ار فورمولا، اللي هو الفورمولا تلاحظ هنا الفورمولا عبارة عن شنو؟ اي 1 يساوي لك يساوي، طبعا لازم على مود نخلي فورمول، اي فورمول على مود نضيفه داخل اكسل او فانكشن. طب هو فورمولا اور فانكشن، فورمولا اور فانكشن على مود نضيفه داخل نضيفه داخل داخل المعادله، انه على مود يفهم انه هذا اعطيه ارقام وليس كتابه. لو بدي اعطيه فورمول يعني ما بدي اعطيه كتابه، اي واحد زائد اي اثنين يطلع لي اياهم، لا، ولما بدي اعطيه كتابه انا بدي اعطيه فورمول، بدي اعطيه قانون. فشلون راح يعرف هذا القانون؟ لازم اعطيه قبله علامة يساوي، اعطيه يساوي واكتب الفورمول او الفانكشن اللي انا اضيفه، اعطيه يساوي ومن ثم اقول له اي 1 زائد اي 2، راح يفهم انه الفورمول بالخلية الثالثة. طبعا انا خليه بالخلية الثالثة مو الخلية اللي انا اذكرها، وخلالها راح يجمع لي هو ناتج الواحد الاي 1 والاي 2 اللي هو مقياس 2 و 3، راح يطلع الناتج مالتهم 5. لو نلاحظ انه بدي اغير بدل ما فورمال بدي استخدم دالة الفانكشن، دالة الصم، بدي استخدم الصم فانكشن. شلون استخدمها؟ كذلك انا منزل قيم اللي هو بالخلية الأولى اللي هي A1 وA2، منزل بقيمة قيمة 2 و 3، أقول له يساوي وأقول له صم، يساوي لنا صم. لو تلاحظ هنا أنا أقول له يساوي صم، أفتح قوس A1
بارزة أو نقطتين شرح لها أي اثنين، يعني اجمع لي من الأي واحد إلى الأي اثنين، اجمع لي إياها يعني راح يطلع، راح يطلع الناتج مالتهن تلقائي 5. هذا بداية إلى الفورمولز أند الفاكشن، طبعا احنا أكثر عملنا راح يكون على الفورمولز أند الفاكشن. شلون نريد ندخل الفورمال؟ بس احنا نجري ندخل الفورمال. نقول لك في البدايه احنا نحدد الخليه اللي راح ادخل بها الفورمال. بالبدايه احدد الخليه اللي اريد ادخل بها الفورمال. شلون احددها؟ احددها بهذه الكيفيه، انقر عليها نقره واحده تحدد بهذه الطريقه، ومن ثم اضيف اقول له يساوي، قلنا يساوي ادخل له الخطوه الدور، اقول له اي 1 زائد اي 2. اذا ماكو قيمه حال راح تلقاها تبقى صفر او فارغه، صفر او فارغه حسب ما انت مطيق اعدادات الخليه، انه شو الصفر يروي لك او ما يروي لك، هذا اللي باعدادات الخليه نقدر نغير. من ثم اذا اعطيته قيمه 2 و3، اعطيته قيمه 2 و3 وتلقائيا حخلي بالاي 1، لان انا قلت له شنو عباره عن اي 1 زائد اي 2، الفورمولا مالته عباره عن اي 1 زائد اي 2، فمباشره راح ياخذ 2 و3. إذا شط هنا قيمة 2 3 أعطي 3 3 مثل هنا راح يطلع له 6. واضح؟ إنه القيمة إيش راح أعطياني؟ راح يبدي ياخذ. شو أغير بذن الخلايا الواحد واثنين؟ إنه ناتنا 2 نخليه 3، راح تلقائيا هو إيش راح يغير؟ يغير الناتج النهائي. يغير الناتج النهائي. مثل ما درجاتكم، أنت مثلا السعي، الأستاذ غير السعي مالتك. انا ما راح اظل اغير المجموع مالته من جديد والتقدير وكذا، لانش كل الربط كله عن طريق الاكسنت راح نشتغله. ومباشره بس ما اعطيت درجه التغيير، درجه الوحده اللي هي مثلا هاي هنا 3 الخليه، مباشره راح يغير باقي النتائج. انتقل للصفحه الاخرى. هنا نرى تلاحظون انه سلكناها للخليه اي و اي 1 زائد اي 2. من ادخل قيمه ناقص، فرضا ادخل بيناتهم شنو؟ قيمه ناقص. شلون اخلي بيناتهم قيمه ناقص؟ بتلاحظون هنا انا راح اخلي سلك الخليه اي واخلي بيناتهم ناقص الاي 2. ايش راح يسوي؟ راح ينقص. لو تلاحظون الناقص وين صار؟ ناقص صار على اي 2، اذا الاي 2 راح يصير بعلامته بالناقص. الناتج راح يطلع لكم تلقائيا نضغط انتر، نضغط انتر، ايش راح يطلع لكم الناتج؟ راح يطلع لكم الناتج ناقص 1. تلقائيا الناتج راح يطلع لكم، يطلع لكم ناقص 1. اذا بالبدايه لازم اني اخلي القيمه اللي اريدها اجمعها مع القيمه الاخرى وانقصها من القيمه الاخرى، لكن بنفس الوقت الاحظ يا قيمه اللي اريد انقصها من يا قيمه على ما يطلع لي الناتج مثل ما اني اريده. هذا عملي بالصور والشرح النظري. انتقل للصفحة الأخرى. شلون أتعامل مع الأوبريتر معاملات؟ يعني شلون أنا عدي أكثر من معامل، مثلا عدي معامل جمع وطرح بنفس الوقت. عندي أسوي فورمال جمع طرح، عندي أسوي قسمة، عندي أسوي عمليات حسابية كبيرة، فشلون ابدي اسوي هذه العمليات؟ خلوا ببالكم انه البرنامج الاكسل يتعامل مع الاولوية، يعني شنو يتعامل مع الاولوية؟ من يجاوبنا شنو يتعامل مع الاولوية؟ احنا عندنا الرياضيات عبارة عن اولويات او اساسيات اولوية بالحساب. مثلا عد الجمع والضرب، يا هو اولوية إلى بالبداية على مود يبلش يقوم بعملية الجمع أو الطرح. سنت الضرب ليش؟ زين إذا كان عندنا ضرب وأقواس وجمع وطرح، أحسنت أقواس، الأقواس أول شيء الأقواس تكون ومن ثم الضرب، يعني أول خطوة عندكم الأقواس ومن ثم يعني أولويات. فإذا الأكسل يتعامل مع الأولوية، الأكسل يتعامل مع
مع الأولوية. لازم تعرفون انه الاكس تتعامل مع الأولوية، يعني انت لازم تطيه بشكل دقيق. يعني المعادلة مالتك من تطيه هسه هذه المعادلة، اطيه هي اي واحد في اي ثلاثة زاد اي اثنين زاد اي ثلاثة. من اطيت هاي المعادلة، وانا القصد من عدة انه اريد اول شيء يجمع، اذا انا القصد مالتي قصدي انا الداخلي انه انا اريد اول شيء يجمع يا الله يضرب، اذا اريد اول شيء يجمع يا الله يضرب، فلازم شو اسوي؟ انا مو دخلي يجمع اول شيء، هو راح يضرب هنا، أنا راح يضرب الاي 1 ويا الاي 2 الدور يا الله يجمع، فلازم اخلي له اقواس للجمع على مود يضربهن بعدين. لكن اذا اريد يضرب مباشرة، انا اريد لا هو يضرب والدور يجمع، فاذا انا بقيهن كما هنا. واضح طلاب؟ فاذا الاوبريتر داخل مايكروسوفت اكسل هو يتعامل مع الأولوية، وهذه ملاحظة جدا مهمة انتم لازم تلاحظوها خلال العمل او تصميم البرنامج اللي انتم تردون. اكزامبل اخر، هنا أنا قلنا فرضا انا اسوي عملية الجمع يا للضرب مثل ما شرحت لكم اياها، فلازم شطي اطي بين قوسين للجمع ومن ثم اطي عملية الضرب، لأن الأولوية إما هي للأقواس. كوال بيس إما للقيمة، يعني أنا الفورمول أو الفانكشن اللي أضيفه، فورمول والفانكشن اللي أضيفه داخل عملية داخل الخلية سيلز، فلازم أخذها، لازم انا انتبه انه شرد اخلي بعمليه اللصق. قلنا عمليه اللصق عندنا اثنين، يما لصق قيم او كما هي او لصق الفانكشن، نلصق الفانكشن. انا اعطيكم شرح كامل تقدر تراجعه بشكل سريع او تقروه. هنا انا قاعد اشرح لك، اقول لك احنا لما نريد نسوي كوبي للفورمولا، انه نريد ناخذ الفورمول نفسه لهذه القيم نفسها، اقول له خذ لي هذا الفورمول واخليه، لازم اخذ كوبي بيست وعمليه الكوبي بهذه الطريقه، وادخل له كنترول سي اقدر اخليه واقول له كنترول في. طبعا الكنترول في ياخذه كما هو، اذا كان فورمول ياخذه فورمول، واذا كان عباره عن لا قيم فاليو عن الدلسقه، عملية اللصقه بدي اسويها فاليو، لازم اقول لك لك ايمن الدور اقول له قيمه الصق لي فاليو، بس اذا الدلسقه لا كما هو، اذا كما هو اقول له كنترول في من لوحه المفاتيح. فاذا الكنترول في هو لصق، يعني نسخ ولصق اعتيادي، يعني بقيه كما هو. شنو الاصل مالته؟ بي فورمال ياخذ فورمال، بي فانكشن ياخذ فانكشن، وبي قيمه ياخذ قيمه، كتابه كتابه، كما هو ياخذه يودي. خليها ببالك، طبعا هذا يورد خطا. شلون راح يورد خطا؟ انت بعض الاوقات ما تحتاج الفورمول تنقله. راح تقول شلون ما احتاج الفورمول انقله؟ اقول لك منتقل الفورمول لازم نسوي عليه تعديلات. شلون التعديلات؟ فرضا هنا القيم، لو تلاحظون انه هذه القيم هنا كنت انا كاتب بالفورمول هو عباره عن اي1 اي2 اي3، لكن من ادخل القيم هنا ويجمع لي اياها مره اخرى، شو اسوي؟ شلون اغير؟ كون اغير الدور، بدل ما اي1 واي2 اي3 لازم اكتب شنو؟ اكتب بي1 بي2 بي3 على مود يغير الفورمول مثل ما اني اريده، ويطلع عمليه الجمع بشكل صحيح. زين استاذ اكو طريقه اخرى؟ نعم اكيد اكو طريقه اخرى لي على مود ينسخن هو يغير تلقائي، مو انا ابدا اغير بالفورمول. نقول مو حددنا الخليه بها الفورمول، حددها لازم، واقف في اسفل الزاويه اليمنى او اليسرى، المهم يصير شكل المؤشر زائد اسود، اللون الاسود اللي هو اذا كان الكتاب اتجاه من اليسار لليمين تستخدم في نحو الزاويه اليمنى، واذا من اليمين لليسار تستخدم الزاويه اليسرى، اسفل الزاويه اليسرى. فنوقف هنا، راح اسحب بكليك الماوس الايسر وافلت هنا بهذه الطريقه، اسحب وافلت هنا. من اسحبت افلتت تلقائيا هو حينسخ الفورمال ويغيره
على اساس البي 1 والبي 2 والبي 3 والاخره. تمام، غير ان هو انتقل واخذ النسخ الى وغير البيانات اللي حسب ما انا اريده. طبعا الصفحه الثانيه كمل ما اللي هو كوبي بيست رينج، ليش كوبي بيست رينج؟ نانا هذه اضافيه سابقه. بهذه الكيفيه لو تلاحظون انه انا اذا انسخ مثل ما قلت لكم هنا، لو تلاحظ شوف هنا شلون ساحب وفايل ثاني، انا وقفت هنا بالاسفل وسحبت وفلتت بهذه الطريقه مباشره من غير الفورمولا. تلاحظون من اي 1 اما نغيره الى البي 1 البي 3 بهذه العمليه بهذه النسخ. اذا اخذتوه كوبي بيست، اذا الفرق ما بين الكوبي بيست يعني الكنترول سي والكنترول بي والنسخ من داخل الخلايا اللي هو الفورمولز على مدى ناخذ النسخه هو او الفانكشن، لازم اني انتبه لهذه الملاحظه. الفرق بيناتهم والفرق واضح انه ذاك ينسخ كما هو، ما يقدر يغير لا باعداداته لا بالقيم لا بال كما هو شنو موجود، ما يقدر يغير اي اجراء تغيير ما يقدر يسويه بالكنترول سي كنترول بي. لكن اذا انسخ واخليه يغير على الفانكشن يعني يسوي ديفرنت شيء فرق بالريزلت على ما يطلع لنا بشكل صحيح، فلازم اقف بهذه الطريقه واسحب نسخ الفورمولز. هذه الطريقه مثلى سحب الفورمولز اللي هي مو كو بيست وانما سلوت اللي هو سحب وافلات. هذا راح اطبق لكم بشكل عملي حتى تكون عندكم واضحه. طبعا نستخدم الاكسل ومار على الاكسل لاني اصلا كلهن قد شيء بس زلاطه او جدا بسيطات فيري ايزي، لكن ما مقلب الاكسل نهائيا اكيد هو ما عنده كل معلومه. ومع هذا احنا قاعد ان يعني المفروض تصير منصبين كلكم الاكسل، هو موجود داخل الحواسيب فلازم تطبقون. اذا اريد نضيف فانكشن داخل، اذا اريد نضيف فانكشن داخل من داخل الخليه، شلون نضيف فانكشن؟ طبعا اضافه الفانكشن بطريقتين. الطريقه الاولى انه اذا انا حافظ الفانكشن، انه حافظ الداله، اسم الداله اللي حافظها، ومباشره ما اكتب يساوي ومن ثم اكتب اسم الداله راح يطلع لي خيارات واختار من عندها. الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اذا انا ما اعرف الخليه، اذا انا شنو ما اعرف الخليه، عفوا ما اعرف الداله، ما اعرف الداله فانكشن ما اعرف، شو اسوي؟ اوقف الخليه اللي اريد اضيف بها الداله واروح الى هاي الاف اكس، شوفوا هاي بالاعلى مكتوب اف اكس، انقر عليها مباشره اللي هو اضافه فانكشن، اسوي كليك اون انسيرت فانكشن، انقر عليها راح تطلع لي مجموعه الخيارات. هاي الفانكشن طلعت لي الفانكشن اللي انا اريد اضيفه. من بعد ما اختاريت الفانكشن طبعا عندك مجموعه خيارات، من ضمن هاي الخيارات اللي هو انت شو تريد ضمن يا موضوع تبحث ستاتيكالي، عندك نورمال، عندك كل عندك رياضيات حسابات رياضيه، عندك امور ماليه، فتقدر تختار الطريقه مالتك او على ستاتيكالي اللي هو موجود. فرضا انا داخل من ستاتيكال الكاونت اف، دالة الكاونت اف، واقول له اللي هو احسب بشرط، هذا حساب بشرط، احسب لي بشرط، واقول له اوكي، مرة ما اختارته اقول له اوكي. مرة ما قلت له اكليك اون اوكي، طلعت لي هذه المربع، هاي شنو؟ الخيارات، هاي النافذة، من هاي النافذة طلع لك انه شنو الخاصيه الموجوده داخل كاونت اف، انه شو اقدر انا اغير خيارات داخل اف. اقول له يابا شوف لي احسب لي القيم اللي موجوده داخل هاي، شوف الرينج مكتوب هنا السيرتيه، هنا الشرط وهنا المدى، شرط ومدى عندنا لان كاونت اف هي، فالشرط ومدى، المدى مالتي من الاي 1 الى سي 2 والشرط مالتي انه يكون اكبر من 5، فتلاحظون كتبت علامه الاكبر من 5، علامة أكبر من 5.
تمام، اقول له اوكي. مره ما قلت له اوكي راح يحسب لي القيم اللي موجوده اكبر من 5. مين؟ من ال A1 المن لل C2، يعني هذا المدى كله اعطيته. تلاحظون ما اعطيته بس بالافق، وانما اعطيته من ال A1 الى C. نشوف بهذا المدى راح هو يحسبه كم قيمه اكبر من 5. هنا أنا اكبر مويه يساوي اكبر من 5. لو نجي نحسب هنا 1 2 3، بس قد طلع القيمه، طلع قيمه 3. اذا القيمه اللي موجوده اكبر من 5 هنا عباره عن 3. اذا 3 طلاب هم اكبر من 50 مرة، اكثر من 50 هم 3 طلاب. الداله مالته شلون اقدر اكتبها اني بهذه الكيفيه؟ انما اذا اكتبها انا حافظها اكتب مباشره، ما ظل ادور. اكتب يساوي count if A1 لل C2 بارزة بين دبل كوتيشن أكبر من 5، هذا الشرط أكبر من 5. فما دخل هنا ترى محاضرتنا لحد الآن يعني ما تجاوزت الساعة، نصف ساعة بنصف ساعة لكل فيديو، طبعا أقل من نصف ساعة هنا، ثلث ساعة بقى بس صفحة واحدة وأنهي المحاضرة حتى ننتقل للساعة العملية. واضحة إن شاء الله، ما حد عنده سؤال. اللي أرجو منكم إنه هاي المحاضرات أنا راح أنزل لكم إياهن على المودل، تطلعون عليهن تطبقوهن. أنا يعني بنخليكم مادة على مود حتى تطبقوها، تروحون تطبقوها تعتمدون عليها، لين تطبقوها كما هي. ما تفهمون تقدرون تسألون المحاضرة القادمة. طبعا بعد هاي المحاضرة راح نبلش المحاضرة العملية. شاكر اصغائكم للمحاضرة النظرية، طولت عليكم هاي المحاضرة، لكن هو المواد مالتكم خلوها ببالكم انه هي ساعتين المادة، ساعة نظرية ساعة عملية. انا ما اتجاوز الوقت، تقريبا ساعة الا 5 دقائق للوقت المحاضرة النظرية انتهى. راح نبلش بالمحاضرة العملية اللي هم امدها ساعة واحدة. اعطيكم استراحة 5 دقائق لبدء المحاضرة العملية. طبعا راح انزل لكم